لهذا الكرت كمان بشوف ممكن يمس العاطفة ممكن تروح من أقصى البرود لأقصى الازدهار الحياة عم عم تعيش مشاعر جديدة عم بتعيش مشاعر جديدة مع شخص إما جديد ممكن يكون هوائي أو ناري أو مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل عم بيصير في التقاء بيناتكم ولكن انت وياه عم بتكونوا عكس بعض عكس الشخصيات يعني شخصيتك انت حامي كتير هو بارد كتير هو عم بفكر كتير انت ما بتفكر يعني بغض النظر عم بيكون في اختلاف كبير مش بس بالامور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر لا حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين او مكملين خلينا نقول لبعض فانا بشوف انت موجود مع الشخص اللي بناسبك تحتيها مباشرة شايفة برضو في سفر هون يعني فرصتك بالسفر يا يعني عذراء كتير كبيرة خلال فترة ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر بعد هذا الشهر خلال هاي الفترة اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون في اخبار حلوة عم نوقع على ورق عم بصير في أشياء حلوة من ناحية السفر عم توصلنا تطمينات ولكن السفر نفسه رح يكون بعد هاي الفترة على الأغلب آه كمان بشكل عام آه رح تواجه حدا إما بمحكمة بقضية أو أمر بتعلق بالمال عم بتواجهه إنك بدك حق أو هو بده حقه عم تتع... يعني عم تحصل على اللي بدك اياه في هذا الموضوع، عم تنتصر في هذا الموضوع، إذا كان محكمة مثلاً حضانة أطفال أو على مال معين على شيء معين، أي شيء في محكمة في قضايا في أمور مالية أنت عم بتكون أكثر يعني الكفة رح ترجح لإلك أنت. شغيتك بهاي الفترة ما عندك جلادة للصبر يعني ما عم تكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير استنى فمن حقك يعني بس التغيرات ما رح تكون اللي هي كتيرة بهاي الفترة لا شوي شوي عم تتغير للأفضل المهم انها تتغير للأفضل فنكون بس صبورين شوي عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كثير وقت عم بتضيع فرص عم بتضيع مش عارفه ما عم تكون كثير مركزه في الدراسه فنصيحة لبرج العذراء اللي عم يدرسوا او عم يقدموا لمنح عم يدرسوا دراسات عليا خاصة اللي ب يعني بلد تاني غير الوطن لا يهتموا في هذا الموضوع كثير لانه يعني رح يكون كيف راح يكون هو الفاصل في حياتكم راح كثير تلقوا يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم كتير انك يعني فعلا تركز على الموضوع ولازم تحاول اكثر من محاولة ما تيأس بسرعة لانه شايفة بهذا الكرت شوي شعور باليأس شوي انك مليت يمكن من الدراسة من موضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسة ما عم يكون عندك صبر فبنقول لك لا في لازم يكون في صبر لانه في بالنهايه راح يكون في عندك شخصين بيساعدوك او شخص بيساعدك في موضوعين او موضوعين راح يمشوا موضوعين راح يمشوا عندك عن انت استنى يعني فيهم فتره طويله هدول الشغلتين طبعا انا ما بعرفهم انت اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع عمل ممكن يكون صحة زائد عمل المهم في موضوعين في مجالين انت عم تستنى فيهم فرصتين او عم تستنى او امنيتين عم يعني بتستناهم عم بيكونوا بين ايديك في اقرب وقت عم بشوفك هاي الفترة شوي عم تهتم ب... بنفسك أكثر عم تتطلع على نفسك أكثر مش أناني يعني لا وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك عم بتكون شوي تهتم في نفسك وهذا إشي رائع يعني بالعكس عم بتحب عيوبك عم تتقبل نفسك كما هي هذا الشيء كله بيزيد طاقتك كله عم بيصير عندك طاقه ايجابيه في هذا الموضوع وكانه الطرف الثاني عم يحسسك انه انت شوي يعني عم بتكون قليل او يقلل من قدرك ولكن انت عم تعمل العكس بالعكس عم تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في في اتجاه معاكس ما عم تحقق له اللي بده اياه. يعني. خلينا نشوف بالعاطفه شوي لبرج العذراء او رح اعتمدهم على فكره لا والله ما رح اعتمدهم لانه تكرروا <applause> خلينا ناخد كروت بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا شوف هون بشوف في عندك صراع مع الشريك رح ينتهي هذا الصراع على خير عم بتكون كتير عصبي على الشريك او الشريك عصبي يعني هاي القراءه بتكون عامه وعكسي القراءات العاطفيه مثل ما بتعرفوا عم بتكون كمان بدك تستعجل بالعلاقه بدك تعمل تطورات كبيره بالعلاقه عم بتروح العلاقة لناحية جدية أكثر ما هي كنت أنت مبلش يمكن في العلاقة كهيك أنت أو الطرف الثاني كعلاقة عابرة أو علاقة عادية ولكن عم بشوف تطور في هاي العلاقة شوفوا هون العلاقة الثلاثية عم تنتهي في في طرف ثالث في عائق يمكن يكون في كذا هذا عم ينتهي لأنه الكارت طلع مقلوب فنكون مطمنين إذا كنا عم شاكين أو كذا بالشريك أو بخيانة الشريك قلت لك قبل شوي انك عم تهتم في حالك فبين عنا انه من ناحية عاطفية تكرر عنا تقريبا نفس المعنى I am always rewarded for all I do يعني انت بتستحق كل اللي اللي عم تعمله عم تستحق انك تاخد الجائزة عليه او انك تربحه فعم بشوف عم تضيع مش عم بتضيع عم تبذل جهد كبير بالعلاقة وهذا ما رح يروح عليك انت مفكر انه انت الخسران او راح عليك كتير لا مبين كتير انه شوف في هاي الفترة كان عندك طاقة سلبية ما بعرف شو هي يعني حسد عين سحر ما بعرف هاي عم تنتهي هذا الشهر ليش؟ لأنك عم تستشفي بإيديك التنتين عم بتحاول الإستشفاء عم بتحاول آه إنك تستشفي، شوف هاي الأمور كانت مسبب آه كانت مسببة تأخير معين تأخيرات في الحياة في العلاقة العاطفية بما إنه فتحنا على العلاقة العاطفية آه، ولكن شوف ايش في ورا وراء الإستشفاء، في وراء الإستشفاء كتير أمور أو أماني رح تتحقق. وكأنه هذا الموضوع الطاقة السلبية كانت حاجز بينك وبين أمنياتك فبشوف أمنياتك ممكن تكون في الحب يعني أكثر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع أنه إحنا فتحنا على القراءة العاطفية قلنا أنه جلد الذات أو التفكير في الآخرين رح يقل رح تفكر أكثر في حالك دائماً كنت تسأل عن الشريك أو تهتم بالشريك زيادة عن اللازم الآن عم تنقلب الآية هو عم بيكون كتير معصب وسترس في الفترة الجاي عم بيحس إنه أنت عندك طرف ثالث ممكن عم يشك شوي عم بيغار شوي وهو المطلوب فعم بشوف كتير أنت عم تربح المعركة. ولكن خلينا نقول بسلاح ناعم بطريقة ناعمة مع انك بالماضي كنت تستنى الكارما كنت بدك حبيبك او شريكك يكون خلينا نقول في ضائقة في, ضائقة في مشكلة في كذا فلا بالعكس انا بشوف في التقاء بيناتكم هون بشوف العزاب العزاب في فرصة حلوة يعني قدامكم خاصة من برج مائي ممكن يكون في ناس رح تترك القديم وتبلش قصة جديدة تبلش قصة جديدة مع شخص جديد مختلف تماما في الصفات من عن الشخص القديم برضو يكون مائي شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون أحلى رح تكون فيها مشاعر أكتر فيها عدل أكتر إذا هذا كان بشكل عام للعاطفة الطاقات زي ما أنتم شايفين في ترابية في نارية وعم بتكون كمان مائية وفي برج الدلو كل شوي بيطلع عليه في عندك حبيبي كمان انتصار بالعاطفة انتصار مؤجل لكنه مية بالمية رح يتحقق كرت طلع مقلوب في تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود رح يتحقق يمكن مش بهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها يمكن انتصار هو على طرف ثالث لأنه الطرف الثالث بين عنا بوضوح فخلينا نشوف بشكل عام شو النصيحة اللي ممكن تقدم ياها اياها الكروت لبرج العذراء آه لك عم تهتم كتير بالتفاصيل عم بتفكر عندك مخاوف كتير كبيرة مش بمحلها في عندك توترات مش بمحلها ما في شي تتوتر علشانه او كذا عندك مخاوف من شيء معين مخاوف ما عم بتكون برضو بمحلها كل جملة عم بتخلص بمحلها <applause> كتير قلت كلمة بمحلها طيب فبيقول لك اطلع من هاي الطاقه اطلع او انك كمان عم بتفكر بنطاق ضيق ضيق عم بتفكر ما عم تشوف الحياه يعني اطلع برا وشوف البيرسبكتيف شوف حياتك كلياتها اكتبها يعني مش تكتبها على ورقه يعني حاول انك تشوف ابعد من هيك خلينا نشوف كرت تاني ل أه بيقول لك هون انه الجا للاخرين الجا للشريك ممكن يكون عكسي كمان ممكن يكون بس هذا إلك مش للشريك بيقول لك ممكن تستعين بالشريك او شخص مقرب منك لحتى أه يعني لحتى تمشي بأزمة معينة لحتى تنهي أزمة معينة في رح تكون عندك ازمة هيك على الماشي ، يعني ما مش لفترة طويلة اللي هو موقف مشكلة صغيرة كذا ، المهم يعني موضوع رح يتم بالاخير رح, رح تنجى منه او رح تخلصه على خير ، بس بقول لك انه في ناس مادة إلها ايدك فما تطنش ، ممكن الشريك عم بيطلب الرجعة انت ما عم تعطي ايدك او ما عم تحاول فبحكي لك انه لا اقبل خلينا نشوف مثلا هدول ايش بيقولوا لنا الله اكبر عم بيأذن هون بحكي لك شوف هون انا بشوف طاقة سحر طاقة اللي هي مش السحر السحر لا انك انت رح تكون ساحر انت ساحر حبيبك ساحر باشياء كتير من برا ومن جوا يعني كشكل ك مظهر كيف تلبس بتحكي بتتصرف عم بيكون كتير معجب فيك او